المسائية من الميادين وفي ملفاتها لهذه الليلة. مؤتمر سوتشي يتجاوز الألغام وانطلاقه غدا بأوسع مشاركة سورية انتكاسة للمقاطعين، والضبابية والشائعات تهيمن على مضمون ملفات النقاش. إقفال باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية في مصر على مرشحين وحملة تشكيك غربية واسعة وفوز السيسي بات مؤكدا. القمة المصرية السودانية الإثيوبية في أديس أبابا نتائج إيجابية وحديث عن رؤية مشتركة لحل أزمة بناء سد النهضة. أهلا بكم. ينطلق غدا قطار الحوار السوري في سوتشي تحت عنوان السلام للشعب السوري، ويشارك فيه أكثر من 1500 شخص يمثلون مختلف المكونات السورية. مجرد انعقاد المؤتمر يعد مدخلا إلى النجاح، ذلك أن محاولات إفشاله لم تقتصر على غياب الهيئة العليا للمفاوضات، بل في المخاوف من التشويش على النتائج. فهل ينجح المؤتمر في وضع أسس للتفاهم على صورة للحل في سوريا تشكل أساسا لأي مفاوضات مقبلة؟ هذا في ملف المسائية الأول، بينما نناقش في الملف الثاني إقفال باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية على مرشحين في أجواء ترجح فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية. كما نتطرق للقمة المصرية السودانية الإثيوبية التي انعقدت في أديس أبابا وأسفرت عن أجواء إيجابية تشير إلى أن الخلافات بين الدول الثلاث في طريقها للحل. قبل المتابعة نتوقف مع موجز للأخبار. أهلا بكم. أعلن الجيش السوري السيطرة على بلدة أبو ظهور غرب مطار أبو ظهور العسكري بعد مواجهات مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. كما نشبت معارك عنيفة بين قسد وقوات درع الفرات المدعومة تركيا في محيط جبل برصايا الاستراتيجي بمنطقة عفرين. مصادر من عفرين قالت للميادين إن تركيا تستخدم النابالم المحرم دوليا، وإن القصف التركي الذي أدى خلال الساعات الماضية إلى استشهاد عائلة مؤلفة من 13 شخصا يهدد سد ميدانكي. رفض حزب الله بشكل قاطع شكلا ومضمونا الكلام الذي تعرض بالإساءة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجاء على لسان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. وفي بيان رسمي أكد الحزب تقديره العالي واحترامه الكبير لشخص الرئيس بري ومقامه. بيان الحزب شدد على أن اللغة التي تم التعرض بها لبري لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح، بل تخلق الأزمات وتأخذ البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها. الحزب دعا إلى المسارعة بمعالجة الوضع القائم بأعلى درجة من الحكمة والمسؤولية. اتهم أمين عام حركة النجباء في العراق أكرم الكعبي الأمريكيين باستهداف القوات العراقية بشكل مستمر وفتح الطريق أمام عناصر داعش من ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، معتبرا أنه دليل على استمرار المخطط التخريبي للقوات الأمريكية الموجودة عند المناطق الحدودية بين العراق وسوريا. الكعبي شدد على أن بقاء القوات الأمريكية بعد تحرير العراق غير مبرر، لا قانونيا ولا شرعيا ولا وطنيا، محذرا من أن حركة النجباء ستتعامل معهم كقوات محتلة إن لم يرحلوا. قال قائد في قوات البحرية الإيرانية علي عظماي إن الأمريكيين ما عادوا ينتهكون القوانين البحرية في الخليج ومضيق هرمز كالسابق. عظماي أكد أن البحرية الإيرانية تشهد تغيرا في السلوك الأمريكي، مؤكدا أنهم باتوا يهتمون أكثر بالمقررات البحرية ويتجنبون الاقتراب من المياه الإقليمية لإيران. قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده يستطيع حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية. العطية وخلال ندوة في معهد التراث الأمريكي قال أن قطر واجهت محاولة انقلابية عام 1996 من قبل جيران لم يسمهم، لافتا إلى أن الولايات المتحدة هي من ساعدت الدوحة. وحذر العطي من تداعيات وجود أناس يتصرفون بمزاج طفولي في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تسعى لتوسيع قاعدة العديد واستضافة القوات البحرية الأمريكية في البلاد. وحول الاتفاق النووي مع إيران قال العطي أنه ينبغي متابعته وتطبيقه بشكل جدي.
ختام الموجز، عودة لمتابعة المسائية مع الزميل ملحم ريا. إليك ملحم. علا شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، ينطلق غدا مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بمشاركة نحو 1500 شخص يمثلون مختلف المكونات السورية. وعلى رغم مقاطعة هيئة المفاوضات العليا للمعارضة أعماله، فإن موسكو تعول على إسهام المؤتمر في دفع الحل السياسي على قاعدة جنيف مع إعطاء الأولوية للعملية الدستورية. سلام العبيدي والتفاصيل. المدينة المنتجع سوتشي استقبلت مئات المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بحفاوة ورايات ترحيب ويافطات تتمنى للشعب السوري السلامة. القيادة الروسية وظفت جهودا كبيرة في إقناع المكونات السورية بحضور هذا الملتقى، بل قدمت تنازلات لتركيا كما يرى بعض المراقبين في غضها الطرف عن عملية عفرين العسكرية واستبعاد مشاركة بعض الكرد لكي يعقد المؤتمر في موعده المقرر. واضح أن موسكو وضعت ثقلها السياسي والدولي لكي ينجح المؤتمر، لكنها في الوقت نفسه أوضحت بأن السبيل إلى السلام سيكون طويلا وليس سهلا. خصوصية سوتشي تكمن في التمثيل. إنها المرة الأولى التي تتحقق أوسع مشاركة للمكونات السورية، ما يتيح الفرصة لحوار صريح ومفتوح سيساعد بالتأكيد في دفع الحل السياسي. الهدف من مؤتمر سوتشي هو إطلاق حوار مباشر وغير مشروط بأوسع مشاركة ممكنة للمكونات السورية. نعم، حوار وليس مفاوضات كما يرى كثيرون هنا. كنا نمثل كل شرائح المجتمع السوري إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري، مؤمنين كما كنا مؤمنين سابقا بالثالوث المقدس لدينا، القيادة والشعب والجيش العربي السوري الذي حقق بطولات كبيرة، أيضا مؤمنين بضرورة حل سياسي لكل السوريين. ومن هذا المنطلق، فإن من يغيب عن سوتشي إنما يغيب نفسه عن الحل الذي يراد له أن يكون سوريا خالصا لينهي التدخلات الخارجية التي باتت تهدد وحدة الدولة السورية وحرمة أراضيها. الولايات المتحدة لن تترك سوريا ترتاح. تحاول الآن زرع كيانات، لا أقول أكثر من ذلك، ضمن الجسد السوري في محاولة لإقامة فيدراليات أو ما يشبه ذلك، نوع من المساس المباشر بوحدة التراب وبوحدة الشعب. نحن بمكوناتنا كلها نشكل سوريا الجمهورية العربية السورية. مؤتمر سوتشي تريده الأمم المتحدة بنسخة واحدة، أما روسيا فتريد للجان المنبثقة عنه ولا سيما اللجنة الدستورية أن تواصل عملها بمحتوى جديد يدفع عجلة جنيف نحو الأمام. بغض النظر عمن سيغيب عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، إلا أن المشاركين فيه على تنوعهم واختلاف رؤاهم السياسية يريدونه أن يصبح محركا قويا يدفع نحو الحل السياسي في سوريا. سلام العبيدي، سوتشي، الميادين. وللنقاش حول هذا الموضوع معنا من سوتشي ممثل ومنسق أستانا للمعارضة السورية محمود الأفندي، وأيضا من سوتشي النائب في مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي. أهلا بكما ضيفي العزيزين. أبدأ معك سيد الحاج علي، هل يختلف سوتشي عن مؤتمر أستانا، عن مؤتمر جنيف عفوا؟ طبعا سيدي الكريم، يأتي مؤتمر سوتشي تتويج الانتصارات السياسية التي حققتها الدولة السورية بدعم حلفائها في روسيا وعلى رأسهم روسيا، طبعا الانتصارات السياسية التي حققتها في الأستانة. نحن رأينا أن مؤتمرات جنيف بشكل عام لن تعطي أي ثمار على الأرض، والشعب السوري قد لمس ذلك على النقيض تماما. نحن نرى أن مؤتمرات الأستانة قد حققت نتائج على الأرض، قد ساهمت في حقن دماء السوريين لأنها كانت برعاية صادقة وأمينة إيرانية روسية وسورية. لذلك سيد الكريم، نحن جدا متفاعلون مع مؤتمر سوتشي. طيب ما هي الفروقات؟ متفاعلون به خيرا كما يقال. ما هي الفروقات التي تجعل سوتشي مختلف تماما كما تحدث عن مؤتمر جنيف؟
تمام سيد الكريم، مؤتمر سوتشي هو أول تجمع لحوار السوريين فيما بينهم. أولا لا يوجد وفد حكومي سوري، نحن كلنا مواطنون سوريون أتينا إلى هنا بدعوة روسية كريمة من أجل أن نتحاور فيما بيننا، سواء كانوا على مختلف أطيافهم، على مختلف الأحزاب السياسية الموجودة في سوريا، بمختلف الإثنيات الموجودة. لذلك هي الفرصة الأولى لهذا الحوار، ونحن نعول على هذا الحوار أن ينقلنا تدريجيا عبر اللجان التي سوف تنبثق عن هذا المؤتمر إلى ثمار سياسية نحصدها على الأرض. جيد. سيد محمود الأفندي، تحدث السيد الحاج علي عن الاختلافات ربما في الشكل بين سوتشي وبين جنيف من ناحية المشاركة، يعني المشاركين في هذين المؤتمرين، ولكن يعني هل سيكون هناك أفق برأيك لسوتشي من الناحية السياسية؟ هل ستتم برأيك تسوية الأزمة السياسية انطلاقا من سوتشي؟ أول شيء مساء الخير لكم الاستوديو ولكل المشاهدين، ومساء الخير لضيفكم الكريم. طبعا هو سوتشي ليس هو عن مساء النور، هو سوتشي هو عبارة عن مسار وليس مسار، فهو متحدد دائما أن بانطلاقة واحدة هو انطلاق الحوار السوري السوري لإنتاج لجان، ومنها أهمها اللجنة الدستورية التي تقرر كيف سنعيش في المستقبل. نحن ومعارضة في المعارضة وفي الموالاة مع الحكومة السورية ومع سوريا، الحرب عاجل أجل سوف تنتهي، وكيف سنعيش في المستقبل. أنا الواقع على الأرض، الواقع على الأرض هناك الأكراد في دارة ذاتية، في مناطق الآن خفض التوتر، وفي مناطق فيها تسيطر عليها الحكومة السورية والجيش السوري. كيف ستكون شكل الدولة؟ هل ستكون شكل الدولة مركزية أم فيدرالية أو لا مركزية؟ كل هذا يجب أن يطرح عبارة عن حوار سوري سوري سليم يؤكد أو يطلقنا إلى الأمام ما هو شكل الحكومة، ما هو شكل الدولة، برلمانية، رئاسية، كل هذه. أنت تتحدث عن نقاط في مؤتمر سوتشي. جيد. أنت تتحدث سيد أفندي، أنت تتحدث عن نقاط تم الحديث عنها أيضا في جنيف. بعد 8 جولات في جنيف أعلن الفشل، أيضا في فيينا أعلن الفشل. نتحدث عن مواضيع شائكة جدا. نتحدث عن مواضيع شائكة جدا. هل هناك عوامل للنجاح في سوتشي تختلف عن جنيف وعن بقية المؤتمرات؟ صديقي، جنيف أنت من جولات، والجولة 9 أتت مؤخرا في فيينا. ايضا لم يكن لقاء مباشر بين المعارضه والحكومه السوريه، كان السيد ديمستورا ينتقل من غرفه الى اخرى ولا يستطيع التنقل. فالحكومه السوريه لها وجهه نظر، محاربة هي اربع سلات، سلات ديمستورا، فيريد ان نناقش الحرب على الارهاب. بينما المعارضه السوريه بما يسمى هيئه المعارضه السوريه تريد فقط ان تناقش لها الحكومه الانتقاليه. فالقرار 2254 صديقي يقرا من عده اختلافات، الولايات المتحده الامريكيه وحلفاء يقرؤون ان نحن نقبل بالحل السياسي، ولكن بنهايته يجب ان ينتهي حكم بشار الاسد. الروس يقولون ليس هناك بال 2254 اي جمله تقول بنهايه بشار الاسد. فالان الابواب مغلقه، نحن سوريين الابواب المغلقه امامنا كلنا، فهناك شباك مفتوح هو شباك الدستور فقط، فيجب ان نناقشه. فهو الفرق ان السوريين الان مجتمعين وتجمعون في جنيف بدون اي شروط، وهناك الان لقاء مباشر بين الطرفين، سنقعد مع بعضنا وليس على طاوله مربعه او مستديره، سنقعد مع بعض، سنجلس مع بعض كلنا ونناقش الموضوع السوري بشكل نهائي. طيب. الدستور. فهو الفرق بيننا وبين جنيف. سيد محمود الافندي، اي لقاء مباشر حتى الان للاسف الشديد. طيب، اللقاء مباشر جميل جدا، ولكن نتحدث عن عدد مدعوين يصل الى حوالي 1600 شخص، وهذا بالمنطق عدد كبير جدا. كيف يمكن أن نخرج بتفاهم حول قضايا مصيرية وشائكة بيوم واحد أيضا؟ وهذه القضايا لم تستطع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مدى سنوات حلها، كيف يمكن لهذا العدد الكبير أن يخرج بتسوية أو باتفاق على مسار سياسي بيوم واحد؟ طبعا
طبعا صديقي، هو انا قلت في بدايه اللقاء انه ليس بس مؤتمر يوم واحد، هو مسار، مثل ما هو مسار أستانا، فجدك عنده خمس لجان، لجان دستورية ولجان عليا ولجان الرئاسية، خمس لجان ستجعلها وستجتمع بعد شهرين أو ثلاثة في بلد أخرى، إما في سوتشي أو في تركيا أو في إيران لا أعلم حتى الآن. ولكن العدد القليل لإنتاج من ضمن 1600 إنسان، من 1600 شخص موجود لاختيار 100 و125 شخص حتى ما أعتقد للجان، فاللجان ستجتمع بعدها، ستجتمع وتعمل تصنف اللقاءات مباشرة طبعا. فطبعا هو يوم واحد فقط لإنتاج هيئة دستورية فقط صديقي. جيد، مشاهدينا واضح يعني هو واضح إنتاج هيئة دستورية مستقبلية. طيب واضح واضح، سنتحدث عن هذه اللجان، خاصة اللجنة المتعلقة بتحديد معالم الدستور الجديد لسوريا، لأن ربما يعني هذه النقطة هي النقطة الأهم والأكثر تعقيدا في هذا الموضوع. مشاهدينا، يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في ظل تحديات كثيرة وألغام أكثر. هذا التقرير لجراسيا بيطار. بين الألغام يسير سوتشي، قبل وخلال وبعد انعقاده على الأرجح ستستمر محاولات اغتياله سياسيا. الوثيقة الخماسية التي طرحتها واشنطن بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية، والتي هدفت إلى نسف سوتشي عشية انعقاده، فككتها دمشق قبل أن تنفجر. أما وقد لبت الوفود السورية والإقليمية والدولية والأممية الدعوة الروسية إلى المنتجع الفاخر، فهذا بحد ذاته يمثل نكسة لكل من حاول التفخيخ ونقطة متقدمة لصالح الدولة المضيفة. حتى محاولات التفخيخ التي تبلورت بمقاطعة أطراف ضمن الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من الرياض إلى الموقف الفرنسي الرسمي الذي أعلن عدم المشاركة وأكد تمسكه بجنيف كآلية شرعية وحيدة للتسوية السلمية في سوريا لم تتمكن من عرقلة الحدث. لكن المتضررين من سوتشي لم يستسلموا. اجتاحت اليوم الأول من مؤتمر الحوار الوطني السوري تسريبات بدت أقرب إلى الشائعات، كالحديث عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور السوري وصياغة قانون انتخاب يحجم صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى غيرها من الأخبار. أما اللافت في تلك التسريبات فهو تشديدها على كل ما سبق لدمشق أن وضعته في خانة المسلمات، وقوامها أن الشعب السوري حصرا هو من يضع دستور البلاد وقانون انتخاباتها. تجاوز سوتشي كل تلك الألغام وعقد المؤتمر في ظل أوسع مشاركة سورية، فمشاركة 1600 سوري من مختلف التيارات السياسية ليست مسألة عرضية، إضافة إلى الغطاء الأممي والحضور الإقليمي والدولي، مع التنويه بالحضور التركي البالغ الرمزية، كلها عوامل ترفع من أهمية سوتشي ليبقى التعويل على الخلاصات النهائية للمؤتمر، وإذا ما كانت فعلا ستمثل أرضية أو نقلة نوعية للحل السوري استكمالا لمسار جنيف كما تقول موسكو على الأقل. الثابت أن من زرع العزلة لسوتشي حصد العزلة لنفسه، والعبرة في الخواتيم. سيد مهند الحاج علي، صحيح عندما نتحدث عن سوتشي نتحدث عن أطياف سورية مختلفة كما ذكرت حضرتك في بداية هذا الحوار، ولكن أيضا هناك أطياف أخرى غائبة عن هذا المؤتمر، رفضت المشاركة فيه كالهيئة العليا للمفاوضات. أيضا المكون الكردي رفض المشاركة بسبب الهجوم التركي على عفرين. كيف يمكن التوقع لهذا المؤتمر في ظل هذا الغياب لمكونات سورية موجودة وأطياف سورية موجودة على الأرض النجاح له؟ طبعا سيد الكريم، هذا الرفض جاء نتيجة الاعتبارات السياسية، ونحن كمواطنون سوريون نستنتج من ذلك أمران. الأمر الأول أنه من رفض هذا المؤتمر ولا يريد المشاركة به هو يساهم ويدعم الإرهاب الدولي الذي يمارس على بلده، هذا من جانب. ومن جانب آخر
هو يمتثل لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وغيرها من الدول التي هو يرتبط بها ماديا وأقليميا واستراتيجيا. لذلك سيدي الكريم هذا الحوار تأتي أهميته أنه بعيد عن أي أجندات أجنبية بالكامل، هو حوار سوري سوري شفاف وفضفاض ومرفوع السقف. ولكن سيدي الكريم دعني أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. أولا في يعني مؤتمر سوتشي لن يتم تعديل، اسمح لي، يعني لن يتم تعديل الدستور السوري. مؤتمر نعم. مؤتمر يجري على الأراضي الروسية، هنا روسيا يعني لا تضع يدها بشكل غير مباشر أيضا على بعض تفاصيل أبدا سيدي الكريم. أبدا أبدا لا أبدا تماما. الجو هنا مريح جدا، ونحن بالمناسبة نوجه التحية للأصدقاء الروس على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحرك بحريتنا، نقابل وسائل الإعلام بحريتنا، وأن روسيا تأخذ جانب فقط الاستضافة ولا تأخذ أي جانب سياسي في ذلك الموضوع. كيف تفسر تسريب حتى مشاركتها في المؤتمر هي رمزية؟ كيف تفسر تسريب مسودة المؤتمر أو البيان الختامي للمؤتمر في بعض وسائل الإعلام؟ يعني إذا كان مؤتمر قبل أن يعقد هناك مسودة البيان الختامي له، من الذي صاغ هذه المسودة؟ طبعا سيدي الكريم هذه المسودات سربت ثلاث وثائق، وهذه الوثائق هي مزورة بالكامل. المؤتمر لم يعقد بعد، سوف يعقد صباح غدا إن شاء الله، ونحن لم نتفق بعد على البيان الختامي. وبعد الحوار السوري سوري سوف يتفق على البيان الختامي ويتم التصويت عليه، ولكن من سرب ذلك له مصلحة في التشويش على هذا المؤتمر في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وغيرها من الدول التي تحاول التقويض الجهود الروسية التي تسعى أن تجمع السوريين فيما بينهم من أجل أن نجد حل سياسي لما يحدث. ولكن أريد أن أنوه إلى نقطة. في سوتشي سيدي الكريم سوف تشكل لجنة لمناقشة الدستور الحالي وليست لنسفه ووضع دستور جديد، هذا واحد. اثنان، في القانون السوري سيدي الكريم لا يعدل الدستور إلا عن طريقين. الطريق الأول أن يقدم طلب من مجلس الشعب بالمواد المراد تعديلها، والطريق الثاني بتشكيل لجنة عن طريق سدة رئاسة الجمهورية. هذا من الناحية القانونية. لذلك ما سوف يحدث في سوتشي هو أهم لجنة، وهي اللجنة الدستورية التي هي الشغل الشاغل للسوريين. سوف تجتمع هذه اللجنة، بس بدقيقة لو سمحت لي، سوف تتشكل هذه اللجنة، وهذه اللجنة سوف طبعا سوف تتشكل هذه اللجنة وتأخذ قرارات، إما أن تعدل بعض المواد أو كل الدستور، أو أن تكتفي بأن هذا الدستور الحالي موجود يكفي. ولكن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة ولها الصفة الاستشارية فقط، ومن يقرر تعديل الدستور السوري هو الشعب السوري فقط وفق القانون السوري. جيد، هي نقطة مهمة موضوع الدستور أو اللجنة التي ستعنى بموضوع الدستور السوري، لأنه هناك بعض التسريبات تحديدا وكالة انترفاكس الروسية تتحدث عن أن ديمستورا هو الذي سيرأس هذه اللجنة. سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن قبل ذلك أتحول للسيد محمود الأفندي على ذكر الدول. لن يرأس هذه اللجنة سيد محمود الأفندي، على ذكر الدول يعني ربما الممتعضة من هذا المؤتمر، من مؤتمر سوتشي. المسؤولون الروس أنفسهم في الحقيقة يستبعدون أن يحدث هذا المؤتمر خرقا في جدار التسوية السورية أو الأزمة السورية، ما يعني أن الأمر قد يطول وسيكون كما ذكرنا ضمن مسار سياسي وعلى مراحل طويلة. طيب، استمرار هذه المراحل إنجاز التعبير أو هذا المسار في ظل الرفض الأمريكي والرفض الفرنسي الواضح لأن تكون التسوية خارج إطار الأمم المتحدة، هذا الأمر ألن ينسف الأجواء الإيجابية التي يتم الحديث عنها قبل مؤتمر سوتشي؟ طبعا صديقي، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تحاول أن تضع العصي في الدواليب، لأن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول أوروبا والاتحاد الأوروبي ليس لديها أي تصور كيف تحل الأزمة السورية، وليس لديها أي يعني فهم. والآن الولايات المتحدة موجودة على الأرض في شرق سوريا،
والقاعدة العسكرية موجودة في التلف، والآن في تسريبات من القاعدة الروسية أشارت إلى هناك سلاح أوروبي موجود مع القوات الموجودة في القاعدة الأمريكية في التلف. فهم الآن موجودون على الأرض ولا يريدون أي حل، لأنه ليس لديهم نضوج للحل، فيحاولون أن يعرقلون الجهود الروسية لإنتاج أي حل سياسي في سوريا. وطبعا الهجمة الإعلامية التي كانت على سوشي كانت ضخمة جدا، وكان حتى وصلت يعني يتصلوا بكل شخص ويهددوه عن طريق قائمة العار وما قائمة العار ومن يذهب إلى سوشي فهو قائم. طبعا هذه كلها من حبل الشرسة كانت على سوشي. هذا يعني أن الروس وضعوا يدهم على الجرح، وعرفوا كيف يبدأون في الحل السياسي في سوريا، وهو نحن بحاجة إلى دستور وقانون انتخابي، ونحن بحاجة إلى إصلاح دستوري كما فقط. يعني هل سيكون أعود مرة أخرى، نحن بحاجة إلى هذا، فوضعوا الروس يدهم على الجرح. ما سيتم تداوله وتناوله في سوتشي، هل سيبقى خارج إطار الأمم المتحدة؟ أم في نهاية المطاف سيكون تمهيد ربما لإنجاح تسوية كجنيف تحت غطاء الأمم المتحدة؟ طبعا الروس دائما يحاولون أن يكون هو فقط ضمن المسار الأمم المتحدة وضمن قرارات جنيف واحد. طبعا كل الروس يحاولون، ولكن يريدون يدفعونا بجنيف الامان. انا عندي معلومات كامله، تحدثت مع الخارجيه الروسيه دمستورا عندما ياتي الى موسكو، دائما يشكي لهم لا استطيع العمل مع المعارضه، لا استطيع العمل مع الحكومه السوريه، اريد مساعده. وللاسف الشديد عندما يسال دمستورا هذا السؤال الروس ويطلب منه مساعدته، عندما يقدمون الروس المساعده تاتي الحمله الشرسيه من الولايات المتحده. لماذا؟ لان الولايات المتحده تريد فقط ان تمدد الازمه السوريه ولا تريد حلها. طيب هذا هو المطلوب من الولايات المتحده، لان لا ترى الحل في سوريا حتى الان وليس لها نظره. طيب سيد الحاج علي، ما الذي يعنيه حضور المبعوث الاممي الى سوريا سامات دمستورا في هذا المؤتمر؟ ما هو الدور الذي سيلعبه بالتحديد؟ طبعا سيدي الكريم، الأمم المتحدة لها دور إشرافي، ومبعوث الأمم المتحدة له دور الإشراف والمراقبة على هذا المؤتمر. ولكن أؤكد لك سيدي الكريم، وأنا أريد أن أطمئن أهلنا في سوريا، أن القرار سوف يكون سوريا بامتياز، ونحن لا ننتظر أي أجندات تهبط علينا بالمظلات وبالباراشوت من هنا وهناك من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول. لذلك تأتي أهمية سوتشي أنه يأتي بدون أي مظلات دولية، هو الآن حوار مفتوح ووجود الأمم المتحدة فيه ضروري. صحيح أنه ليس برعاية الأمم المتحدة وهذا واقعي، لأن سيدي الكريم نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة مرهونة بإيرادات الولايات المتحدة الأمريكية. طيب لذلك مشاركة الأمم المتحدة هي ضرورية ولكن لن تؤثر عن سير العمل. سيد مهند الحاج علي، هل سيبقى الأمر يعني خارج رعاية الأمم المتحدة كما تقول، ضمن مسارات متعددة بتغطية ربما أو بغطاء روسي فقط؟ سيدي، الأمم المتحدة مؤسسة مرهونة لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن نعي ذلك. لا يوجد هناك الأمم المتحدة هي ليست منظمة أو هيئة حيادية هي على مسافة واحدة، هي ليست على مسافة واحدة. الأمم من بغض النظر عن توصيف الأمم المتحدة في مؤتمرات جنيف أهملت المعارضة الداخلية، بغض النظر عن توصيف الأمم المتحدة أو الفكرة. سأعطيك لتكمل الفكرة، ولكن أنا أتحدث بعيد عن توجهات الأمم المتحدة. يعني كيف سيستمر مؤتمر سوتشي؟ فقط بغطاء روسي أم سيكون هناك غطاء دولي له ربما في مراحل لاحقة؟ يعني أنتم مشاركون وينبغي أن تكونوا على علم بهذه التفاصيل. سيدي الكريم، إن اتفق السوريون فيما بينهم لسنا بحاجة لأي غطاء، لا دولي ولا غيره، ونحن نثق بالرعاية الروسية لأنها رعاية صادقة. ونحن نعلم أن الأمم المتحدة ليست على مسافة واحدة من جميع الأطياف السياسية، والدليل على ذلك أنها في ثماني مؤتمرات
قاعات جنيف قد أهملت تواجد المعارضة السورية الوطنية التي نحن الآن نتحاور معها ونتفق معها في كثير من النقاط. ويأتي مؤتمر سوتشي لتوضيح هذه النقاط. نحن نعلم أن لدى المعارضة الداخلية وغيرها من المعارضات التي نتفق فيما بينها في بعض النقاط لها رؤى لمستقبل سوريا. نحن الآن لنتشاور ونتباحث في هذه الرؤى ونختار ونرفع التوصيات بما هو يناسب الشعب السوري. وفي النهاية الشعب السوري عبر التصويت هو من يقرر كل شيء سيدي الكريم. طيب سيد محمود الأفندي، انترفاكس الروسية كما ذكرنا قبل قليل تقول بأن السيد ستيفان ديمستورا سيرأس لجنة ستتشكل خلال المؤتمر لوضع مسودة دستور جديد لسوريا. طبعا هذا الكلام إن صح يعني بأنه التسوية ستعود إلى المربع الأول ولن تكون في هذه الجزئية المتعلقة بالدستور السوري لن تكون بعيدة عن البنود التي طرحت في جنيف 8. صديقي الحكومة الروسية دائما تحاول أن لا تخرج أي قرار سوري أن يكون ضمن القرار الأممي وضمن وتحت غطاء الأمم المتحدة. الروس لا يريدون أن يظهر لهم مسار خصوصي، يريدون أن يعطوا عملية دفع إلى مسار جنيف، وليس يريدون الخروج عن جنيف ولا يريدون الخروج عن أي. هناك غلط متداول الآن يقال أن الروس يريدون أن يحلوا الأمر السوري بنفسهم. هذا غلط صديقي، هو فقط الروس يريدون أن يساعدوا لمسار جنيف. أرجع بقول أن السيد ديمستورا هو اشتكى إلى الروس يريد المساعدة، فطبعا هو سيترأس وستحظى تحت غطاء أممي فقط وليس ضمن مسارات جنيف وضمن قرارات جنيف وقرار 2254. فكله يجب أن يعود إلى جنيف وليس هناك. الآن أنظر إلى أستانا يتساعد عملية جنيف. هناك اختلاف بين المفاوضات. طيب هناك مفاوضات مباشرة. يعني قبل أن يبدأ المؤتمر هناك اختلاف بينك وبين السيد مهند الحاج علي حول هذه النقطة. أنت تقول بأنه يعني ينبغي في نهاية المطاف أن نعود إلى الأمم المتحدة وإلى جنيف وسوتشي سيكون تمهيد لهذه العودة عندما يضع القطار على السكة الصحيحة. بينما السيد مهند الحاج علي يعني يقول عكس هذا الكلام بأنه لا ثقة أصلا في الأمم المتحدة لأنها مرهونة للإدارة الأمريكية. هو هذه فكرة صديقي، لأنه هي المشكلة أن الروس الحكومة الروسية الرسمية وكل خلال خبرتي بسبع سنين عمل بالتعامل مع الحكومة الروسية، الروس عمرهم لا يخرجون ضمن إطار الأممي. هم يريدون مساعدة جنيف فقط، يريدون مساعدة مسار الأممي وضمن قرار 2254 فقط. طيب على كل حال أنا في الحقيقة يعني لأنه هناك هذا هو الدعوة الروسية، هناك وجهتين نظر مختلفتين في الحقيقة فيما يتعلق عن استمرارية هذا المؤتمر وإلى أين ستفضي. هل ستبقى تحت غطاء الروسي أم ستعود إلى أروقة الأمم المتحدة؟ فنحن معارضة وهم الحكومة السورية. طيب صحيح، وبالتالي الخلاف يبدأ من اليوم قبل طبعاً أن نصل إلى يوم أمس. فالأمريكان صديقي العزيز ممكن إشارة صديقي ممكن كلمة تفضل صديقي. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على الأرض وقوات التحالف الآن في السماء السوري، كيف أن يظهر حل في سوريا من دون رضا الولايات المتحدة الأمريكية وضمن رعاية الأمم المتحدة؟ يجب أن سيدي الكريم الحل هو بأيدي الجيش العربي السوري وليس باللجوء للأمم المتحدة، يدفع بعملية جنيف إلى الأمام. طيب سيد مهند الحاج علي، بعض المصادر تتحدث عن امتناع حوالي 50 شخصية من المعارضة كانت مجتمعة يوم أمس في أنقرة، الامتناع عن حضور مؤتمر سوتشي بسبب رفض روسيا طلب متعلق بوقف الحملة العسكرية على إدلب. وهذه نقطة خلافية أيضا، يعني موضوع الحملة العسكرية على إدلب نقطة خلافية أيضا مع أنقرة. هذا الأمر طالما ما يتم تصلي خلاص. طيب هذا الأمر برأيك ألن يعني ربما يؤثر فيما بعد على الأجواء الإيجابية والوصول إلى تسوية سياسية؟ سيدي الكريم، أولاً
الدعوة لمؤتمر جنيف هي بدون شروط، يعني يجب على أي طرف من الأطراف أن يأتي إلى سوتشي بدون أن يملي أي شروط، وهذا مخالف للبروتوكول الأولي بالنسبة لمؤتمر سوتشي. أما ما يلي ذلك بالنسبة لموضوع إدلب وموضوع عفرين تحديدا والاعتداء التركي الذي يمارس الآن على أهلنا السوريون في عفرين، طبعا هذا اعتداء غاشم والدولة السورية قد أدانته وسوف يرد عليه الجيش العربي السوري في القريب العاجل، والقوات العربية السورية الآن تدعم أهلنا في عفرين بالذخيرة والسلاح من أجل مقاومة هذا الاحتلال. هذا من جانب، ومن جانب آخر سيدي الكريم بالنسبة للتواجد الأمريكي، لن يخرج لا الأمريكان ولا الأتراك من سوريا بالتراضي أو بالمفاوضات، سوف يخرجون فقط بقوة سلاح الجيش العربي السوري، ونحن لسنا بحاجة لكي نفاوض الأمريكان المعتدين والمغتصبين أو الأتراك من أجل أن ندعوهم للخروج خارج بلادنا أو أن يفرضوا علينا أجندات أو أمر واقع من خلال تواجدهم على الميدان. هذا هو لب الحديث، هو الأمريكي والتركي يحاول أن يكون على الأرض من أجل أن يفرض أن يصرف ذلك في السياسة، أن يكون على طاولة المفاوضات. شكرا. ونحن كشعب سوري لن نسمح له بذلك، والجيش العربي السوري سوف يتولى مهامه الدستورية بإخراجهم بقوة السلاح إذا لم تنجع السياسة في ذلك. شكرا جزيلا لك مهند الحاج علي النائب في مجلس الشعب السوري، كنت معنا من سوتشي. وأيضا الشكر للسيد محمود الأفندي منسق أستنا للمعارضة، أيضا كان معنا من سوتشي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال المسائي، ابقوا معنا. مجددا أهلا بكم. المراحل التي مرت بها الانتخابات الرئاسية المصرية منذ إعلان أحمد شفيق ترشحه من الإمارات ثم انسحابه في القاهرة إلى حين إقفال باب الترشيحات على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. التفاصيل في هذا التقرير لرولا بحصون. قبيل إغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الوحيد في المعركة الرئاسية. فخلال الشهر الماضي أعلن ثلاثة مرشحين انسحابهم من الانتخابات الرئاسية، فيما أحيل مرشحان إلى النيابة العسكرية. رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الفريق أحمد شفيق أعلن في بيان له تراجعه رسميا عن قرار الترشح للرئاسة المصرية بعد إعلان ترشحه في فيديو بثه من الإمارات حينها. فيما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تسريبات عن ضغوط مورست على شفيق لإجباره على التراجع عن الترشح. أما أحمد قنصوة الذي أعلن عن نيته الترشح، فقد أصدرت المحكمة العسكرية بحقه حكما بالسجن 6 سنوات، فيما تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات عن الترشح عازيا قراره إلى عدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات. أما رئيس أركان حزب القوات المسلحة المصرية السابق سامي عنان، فعمدت الشرطة العسكرية إلى اعتقاله للتحقيق معه في اتهامات تتعلق بإعلان عزمه الترشح من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، إضافة للتزوير ومحاولة الإيقاع بين الجيش والشعب. حملة الاعتقالات وتراجع مرشحين عن خوض المعركة لم يعرقل إعلان رئيس حزب الغد الليبرالي موسى مصطفى موسى عن ترشحه في اللحظة الأخيرة، معلنا عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك المنافس الوحيد للسيسي. وحول هذا الموضوع معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافع. أهلا بك دكتور. بوضوح، هل سنكون أمام انتخابات رئاسية في مصر فيها منافسة حقيقية بعد دخول رئيس حزب الغد إلى هذه الانتخابات، أم سنكون أمام استفتاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هو أقرب إلى الاستفتاء على شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا وأن المرشح المنافس كان قد أعلن أنه سيؤيد الرئيس السيسي، وكان من ضمن حملة الرئيس السيسي، وهو يعني مرشح لا يحظى، يعني لا أظن أنه حتى معروف على مستوى
الشارع على الإطلاق، ويقود حزب ليس له نواب في البرلمان، وبالتالي يعني كما لو أن السيسي مرشح ضد السيسي. ويمكن القول أن الانتخابات الرئاسية في مصر يعني هذا العام تجري في أجواء مختلفة تماما عن انتخابات 2014. في 2014 صورة السيسي في ذلك الوقت كانت هي صورة البطل الذي أنقذ مصر من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وكان هناك قطاع من الشعب على استعداد يعني لتلقي هذه الصورة، لكن لم يختبر الرئيس السيسي ولم يكن يعني لم يتعامل مع ملفات إدارة الدولة والمجتمع. الآن وبعد 4 سنوات تم اختبار السيسي، وبالتالي هناك تآكل كبير جدا في شعبيته، ولذلك يعني هناك رغبة من أجهزة الأمن لمنع أي مرشح جاد أو مرشح حقيقي يمكن أن يشكل تهديدا للسيسي. ولذلك رأينا يعني هذا العبث الذي يحدث في الانتخابات، وهو أمر ليس له هذا الوضع في العالم. دكتور، هذا الوضع هل سيقلل من المشاركة الشعبية، الإقبال الشعبي على الاقتراع في الانتخابات، لا سيما أن هناك دعوات الآن موجودة شبابية للمقاطعة؟ يعني أتوقع هذا إلى حد كبير جدا، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كل أجهزة الدولة الرسمية والأمنية ستلقي بثقلها لحشد المواطنين للتوجه نحو صناديق الاقتراع، لأنه أي شخص لن يكون لديه أي حافز للذهاب إلى صناديق الاقتراع حتى ولو كان مؤيدا للرئيس السيسي، لأنه سيقول أن يعني ليس هناك أي تنافس والسيسي هو الرئيس القادم، وبالتالي لماذا يعني أتكلف هذا العناء وأذهب إلى صناديق الاقتراع ويعني أضيع يوما كاملا في الانتخابات. ولذلك لا أتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات نسبة كبيرة. نحن أمام انتخابات محسومة سلفا وليس فيها أي قدر من التنافس، وبالتالي هناك حالة إحباط شديدة تخيم على يعني على الأجواء الانتخابية. لكن المشكلة الحقيقية ليست هنا وليست يعني أن القادم هو الرئيس السيسي، المشكلة الحقيقية أن هناك عنف استخدم ضد يعني رجال كبار في الدولة، وربما يكون لهذا يعني تداعيات تأثيره وتداعيات في مرحلة ما بعد الانتخابات. هذه الانتخابات سيتم التشكيك في شرعيتها بسهولة. طيب، هذه النقطة، موضوع التشكيك بالشرعية، عدم الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات في ظل مقاطعة يعني شرائح من المجتمع المصري كما تحدثت دكتور، هل ستدخل البلاد في أزمة جديدة؟ لا، يعني علينا أن نميز بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية. يعني حتى لو كان السيسي قد ترشح منفردا في الانتخابات، الدستور يتحسب لهذا الوضع ويقول أن الانتخابات تظل صحيحة حتى لو كان فيها مرشح واحد، بشرط أن يحصل على 5% من إجمالي الناخبين المقيدين في السجلات الانتخابية، أي عليه أن يحصل في هذه الحالة على حوالي 3 مليون شخص، وهذه مسألة يمكن يعني الحصول عليها بسهولة. الآن وقد أصبح هناك من الناحية الرسمية مرشحان، وبالتالي ستجرى الانتخابات بأي نسبة مشاركة، ومن الناحية القانونية الذي يحصل على أعلى الأصوات سيفوز من الجولة الأولى، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات إعادة، وسيصبح الفائز رئيسا لجمهورية مصر العربية. هذا من الناحية لكن القانونية. لكن أي نوع من الرئاسة؟ طيب، هذا من الناحية السياسية. لكن من الناحية السياسية والشعبية أيضا. من الناحية السياسية من الواضح تماما أن هناك إحساس عام أن ما سيجري ليس انتخابات حقيقية، وبالتالي الرئيس الذي سيعلن منتخبا لا يمثل ولا يجسد الإرادة الشعبية، لأن شرعية الانتخابات من الناحية السياسية تقاس بحيويتها، بنسبة عدد المرشحين
فيها بسلامة الإجراءات التي تم اتخاذها إلى آخره، وهذه كلها يعني يمكن يعني لا لا يعني هناك مثالب كثيرة حدثت، وخصوصا ما حدث للمرشح سامي عنان بالذات. يعني إعلان سامي عنان عن ترشحه والفريق هو الذي أعطى للانتخابات زخما وحيوية، لأن الشارع المصري أدرك لأول مرة أن يمكن أن تكون هناك معركة حقيقية إذا خاضها سامي عنان، خصوصا بعد البيان السياسي الذي ألقاه، والذي بدا وكأنه بيان لمعارض قوي وحقيقي للسياسات القائمة. ما حدث للفريق سامي عنان ينتقص من شرعية النظام القائم، ويؤكد أنه نظام لا يريد أي تنافس في الانتخابات، خصوصا وأن الفريق أعلن في بيانه أنه سيقوم بالترشح وفقا للإجراءات طبقا للقانون العسكري وطبقا للقانون المدني، يعني أنه كان يعتزم الحصول على إذن. دكتور، في ظل الانتقادات الدولية في الحقيقة لطريقة التعامل مع بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية المصرية من قبل السلطات المصرية، هل يوجد خشية برأيك على الحياة الديمقراطية في مصر في المرحلة المقبلة؟ دعني أتحدث معك بصراحة. أولا، لا توجد حياة ديمقراطية في مصر في المرحلة الحالية على الإطلاق، بل يعني أكاد أقول أنه لا توجد حياة سياسية على الإطلاق. هناك سيطرة كاملة على أجهزة الإعلام، هناك سيطرة كاملة على مؤسسات المجتمع المدني، وقانون الجمعيات الأهلية قانون يضيق الحريات تماما. الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تمارس نشاطها بحرية، هناك قانون للتظاهر يجرم التظاهر ولا يقيده فقط أو ينظمه إلى آخره. وبالتالي يعني بعد 4 سنوات من حكم الرئيس السيسي لا توجد حياة سياسية في مصر، توجد قبضة أمنية شاملة كاملة يعني تخيم على البلاد. هذا هو ما يجري الآن في مصر للأسف الشديد. طيب، وهذا وضع ليس في مصلحة السيسي ولا النظام ولا مصر ولا المجتمع المدني. دكتور ابقى معنا لو سمحت، يعني سنتحدث طبعا عن المحور الآخر، وهو اللقاء الذي حصل أو القمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والخرطوم. مشاهدينا، حيث سادت أجواء إيجابية خلال هذه القمة بشأن سد النهضة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن لا أزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأن الدول الثلاث دولة واحدة. من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القمة اتفقت على حل القضايا الخلافية بشأن سد النهضة خلال شهر. تقرير زهراء ديران. سد النهضة يستنهض الهمم لإزالة سدود الخلاف. في أديس أبابا انطلقت قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين. لم يصدر عن القمة المغلقة أي بيان رسمي أو مؤتمر صحفي بعد انتهائها. وحده السيسي قال في كلمة مقتضبة إنه لا أزمة بين الدول الثلاث، وإنه اتفق على العمل لتحقيق مصلحة جميع الأطراف كأنها مصلحة بلد واحد. القمة بحثت تطورات ملف سد النهضة إضافة إلى العلاقات الثنائية وملفات التعاون بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم. من جهته قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن جميع الأطراف اتفقوا على حل القضايا الخلافية بشأن السد خلال شهر. وبالعودة إلى جذور الخلاف، فقد كانت مصر قد جمدت المفاوضات بشأن سد النهضة العام الماضي لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي بشأن أعمال ملء السد وتشغيله، ثم عادت لتقترح دخول البنك الدولي طرفا محايدا في المفاوضات، إلا أن طلبها قوبل برفض إثيوبي ما أدى إلى إثارة قلقها. تخشى مصر من تأثير السد في تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة نحو 55 مليار و500 مليون متر مكعب، وهي مصدرها المائي الرئيسي في بلد يبلغ عدد سكانه 104 ملايين نسمة. كذلك تختلف مع أديس أبابا بشأن المدة التي سيجري خلالها ملء خزان السد.
إثيوبيا تتمسك بحقها في بناء السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، مؤكدة أنه سيسد نقص الكهرباء الذي تعانيه ولن يكون له الأثر القوي في مصر. تحاول الدول الثلاث تذليل كل العقبات بالحوار، تلقي شباكها لاصطياد الحلول قبل أن تسبقها أيد تتحين الفرصة للاصطياد بمياه الخلافات العكرة. دكتور، كلام إيجابي خرج من هذه القمة حول أزمة سد النهضة، هل هذه الأزمة برأيك في طريقها إلى الحل؟ لا، يعني أنا لا أستطيع أن أسميها قمة، يعني هذا لقاء عقد على هامش القمة الإفريقية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك قمة ثلاثية مصرية إثيوبية سودانية عقدت وبالتالي جرت فيها مفاوضات حقيقية، لكن تم انتهاز فرصة القمة الإفريقية للقاء بين الرؤساء الثلاثة، رئيس الوزراء والرئيس السوداني والرئيس المصري، وكانت هناك رغبة في إرسال رسالة طمأنة، لأنه هناك شعور كبير جدا بالقلق في مصر حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد إتمام بناء سد النهضة، وهناك إحساس بأنه يعني تم التعامل مع هذا الملف بطريقة غير سليمة، ليس منذ الآن فقط ولا منذ حكم السيسي فقط، ولكن منذ بداية إنشاء السد، منذ يعني حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم محمد مرسي، ثم بعد ذلك الرئيس الانتقالي عدل منصور، والآن السد يعني أشبه على يعني أصبح على وشك الاكتمال، وبالتالي مصادر القلق ما تزال قائمة. من أين تأتي مصادر القلق؟ أنه لا توجد حتى هذه اللحظة دراسات فنية يمكن الاعتماد عليها تحدد بدقة ومن خلال معلومات موثقة حجم الضرر الذي يمكن أن يقع، سواء فيما يتعلق بتصميم السد أو فيما يتعلق بكمية المياه التي ستتدفق إلى مصر أثناء عملية ملء الخزان. طيب وكانت مصر تطلب، أتفضل. عذر المقاطعة، ما طبيعة الحل الذي قد ترضى به مصر برأيك؟ هي مصر قلقة عن بسبب إيه؟ بسبب يعني هي لها حصة من مياه النيل تضمنها الاتفاقيات الدولية، يعني حجمها 55.5 مليار متر مكعب، وهذا الحصة حتى لم تعد تكفي مع التزايد الهائل في عدد السكان، الذي يعني هذا الحصة كانت لمصر منذ عشرات السنين، الآن مصر بها 100 مليار نسمة ودخلت خط الفقر المائي، وبالتالي يعني مصر تريد ألا تقل حصتها من المياه بأي حال من الأحوال عن الحصة يعني المقررة لها في الاتفاقيات الدولية، وإثيوبيا ترفض ضمان هذا وترفض الاعتراف بهذه الاتفاقيات على أساس أنها أبرمت في ظل الاحتلال الإيطالي والاحتلال البريطاني لمصر، الإيطالي لإثيوبيا والبريطاني لمصر إلى آخره. الآن يعني طبعا مصر لا تناقش أبدا فكرة أنه من حق إثيوبيا التنمية ومن حقها الحصول على الكهرباء، وهي تقول أن السد الغرض الأساسي منه هو توليد الكهرباء وليس استخدام المياه في الزراعة، وبالتالي يمكن التوصل إلى صيغة لبناء السد ومنافع متبادلة بين كل الأطراف، لكن المشكلة يعني فترة التخزين وكمية المياه التي يمكن أن تتدفق من السد. فمصر مثلا كانت تطالب بتعديل في فتحات السد حتى يمكن أن يعني تنزل كميات من المياه لا تؤثر على حصة مصر الحالية، وتطلب أيضا يعني أن يملأ السد خلال فترة زمنية متسعة كثيرا، يعني 7 سنوات أو 10 سنوات. الحل هو تقني ربما دكتور حسن، تقني نفع. تقني وهو ليس واضحا، ليست هناك هيئة فنية قالت بالضبط ما هي الأضرار التي يمكن أن تتحقق. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا في ختام النشرة تذكير بعناوينها. مؤتمر سوتشي يتجاوز الألغام وانطلاقه غدا بأوسع مشاركة سورية انتكاسة للمقاطعين، والضبابية والشائعات تهيمن على مضمون ملفات النقاش. إقفال باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية في مصر على مرشحين، وحملة تشكيك غربية واسعة، وفوز السيسي بات مؤكدا. القمة المصرية السودانية الإثيوبية في أديس أبابا نتائج إيجابية، وحديث عن رؤية مشتركة لحل أزمة بناء سد النهضة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. دمتم بخير.